أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد في التعدي في الدعاء؟ نريد ضرب أمثلة بذلك. الاعتداء في الدعاء أن يسأل شيئا لا يليق به، كأن يسأل أن الله يجعل أن يجعله الله نبيا، أو أن ينزله منزلة الأنبياء، أو يدعو على شخص لا يستحق الدعاء ظالما له. هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم.